يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا موظف وأعمل منذ سنين طويلة في هذه الوظيفة وهي زادي وزاد أولادي، وأحب عملي وأحب بعض زملائي، ولكن يا فضيلة الشيخ أجد مضايقة من بعض الزملاء لي كثيرا، فبماذا تنصحونني وهل أبقى وفقكم الله؟ نعم، عليك بالصبر ما دام العمل أنه نزيه وأن أنت محتاج أيضا، أوصيك بالصبر، أو إذا أنك ما أنت بصابر اطلب النقل إلى محل آخر، والأعمال كثيرة والوظائف كثيرة ولله الحمد. نعم.